السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. طبعا جمعة مبارك علينا وعليكم. فيديو مهم جدا. السيسي بدأ يغير سياسته وبدأ يتبع سياسة تانية خالص. سياسة بقى تكشير عن أنياب وبدأ يحمر عيني للناس وبدأ بدأ النهاردة. فخلونا قبل ما نروح للفيديو أتمنى من حضراتكم دعمونا بلايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. نخش في الحدوت على طول. السيسي طبعا أو بمعنى أصح أحمد موسى طلع امبارح بالليل اتكلم عن اصول الاخوان المتحفظ عليها. قال لك ان اصول الاخوان المتحفظ عليها تقدر ب 700 مليار جنيه. 700 مليار جنيه دي اصول الاخوان المتحفظ عليها اللي هي داخل الميزانيه او الموازنه العامه للدوله. حلو. طيب عايز يعمل ايه بقى؟ تقوم الحكومه تطلع مشروع بقانون تقدمه لمجلس النواب او البرطمانات يعني علشان خاطر ياخدوا قرار ببيع اصول الاخوان. طبعا ما فيش حاجه اسمها بقى حكومه ولا كلام من ده. هو السيسي يعني السيسي عايز يبيع اصول الاخوان بس طبعا بيشرعنها بايه؟ بمجلس البرطمانات. طيب فالبرلمان طبعا اكيد هيوافق واصول الاخوان هتتبع. طب ليه السيسي بيعمل كده؟ طبعا يعني هو سؤال. ما انت هم كده كده موجودين انت بتحافظ عليهم. طب ما تديرهم يا معلم. يعني انت المفروض تكون بتديرهم وبتشغلهم وهم شغالين وزي الفل. ليه تبيعهم؟ ده السؤال. او مين اللي هيبيعهم؟ هو عايز يبيعهم لسببين. السبب الاول لانه طبعا ده فينه بيبيع اي حاجه وعايز فلوس فدي حاجه معروفه يعني. وفي نفس الوقت بقى السبب الثاني الاهم اللي هو عايز يدوق يعمل بيدوق كده او بيداري على موضوع اللي هو ايه البيع. احنا دلوقتي خلاص البيع دلوقتي بقى عيانا بيانا. احنا دلوقتي بقينا مصر بقت في مزاد علني وكل الشعب حاضره للاسف. يعني مزاد البلد بتتباع حته حته قدام عينينا كشعب وكمواطنين. احنا كاننا قاعدين في مزاد. فخلاص فالبيع بقى عادي. فقال لك طب ما نبيع بقى ونقول ان احنا بنبيع بقى يعني حاجة الاخوان. طبعا الناس الشعب شايل من الاخوان. فما نبيع حاجة الاخوان الناس هتبدأ ايه؟ انا ما حدش هيزعل قوي. واحنا بنبيع كده نرمي بقى من تحت الترابيزة الحاجات اللي ايه التقايل بتاعتنا اللي احنا عايزين نبيعها وندخل دي في دي. وما حد يجي يتكلم ونقول لا والله ده مش اصولنا. ده اصول الاخوان. احنا مش هنفرط في حق الشعب المصري. فهو برضو بينتقم من الفضائح الاخيره اللي موجوده اللي بيفضحها له او اللي بيفضحها المعارضين اللي في الخارج تحديدا من خلال بقى وثائقه ومن خلال عقود ومن خلال حتى الناس اللي بتسرب له. فكل الكلام ده ما بيطلع بره هو متخيل ان كل الناس اللي بره دي اخوان او بيحاول يوهم الناس ان كل المعارضين اللي بره اخوان. فهو عايز بقى يبين لهم ان هو بينتقم منهم. فعشان ينتقم منهم لازم هيبيع الاصول بتاعتهم بقى اللي هو متحفظ عليها. لا ده كريال. طب ما انت كده اصلا بتبيع البلد حته حته عادي يعني جات على دي. بس الفكره ان الناس برضو ما تروحش للحته دي قوي يعني ما تنسقش ليها. ليه؟ لسبب بسيط خالص صغنون قد كده. يا باشا انت فلوس الاخوان بتتكلم على فلوس الاخوان. طب ما انت لو رديت على فلوس الاخوان هتيجي على بيت هيجي على بيتك برضو نفس الفكره. لكن هو عشان صور الاخوان من بعد الانقلاب ان الاخوان دي جماعه مستباحه فلوسها بقى وعرضها لما اخذ بعد الدنيا فلوسهم وعرضهم وسمعتهم وشرفهم وكل الكلام ده مباح مستباح فعادي. فانت بتقبل ده وبتسقف وبتهيص وبتاع لحد ما لفت الدايره وجت عندك تاني. بقينا نشوف الناس اللي كانت بتزغلط وبتطبل وبتهيص دلوقتي هم اللي بيئنوا وزعلانين قوي وبيشتكوا للسيسي. فيما يخص بقى موضوع الاخوان واصول الاخوان وفلوس الاخوان طب خلينا نتكلم بصراحه كده معلش الجو هوا يا جماعه بس بيحرك الدنيا. هم فلوس الاخوان دول جايبينهم منين؟ خلينا نقول يعني لو الاخوان دول صادقين بيقول لك دي تمويلات تمويلات ذاتيه ومشاريع هم بيديروها وبتاع وكلام من ده ماشي لو هم صادقين يعني من جيوبهم. طب لو هم كدابين والسيسي صادق وزي ما هو صادق وانتوا عارفين ان هو صادق امين يعني وقال لك ان هم ممولين وتمويل من الخارج. طب ما تمويل من الخارج برضه دي فلوس جايه من بره يعني ملهاش برضه دعوه من البلد يعني مش دي فلوس البلد. تعال انا بقى ناخدك لناس اللي بتسرق وتنهب البلد عيانا بيانا. الجيش. الجيش يا معلم مشاريعه كلها تأمينات ولا ضرائب ولا كهرباء ولا فواتير ولا اجور ولا عمال ولا اي حاجه ما بيدفعش اي حاجه علاوه على ان البلد بتاعته علاوه على ان هو شغال بالامر المباشر. ده الجيش اللي هو بياخد قوت الشعب اصلا. طب بيدخل كام لميزانيه البلد؟ ولا سنت احمر. هو ميزانيته مقفول عليها عاملين عليها كفر محدش يقدر يقرب اوعى من الاقتراب والتصوير معروف. طيب عايزين نقول ان من شروط الصندوق النقد الدولي طبعا بيقول لك ايه؟ بيقول لك تخرج الجيش من الاقتصاد. يعني الجيش بقى ايه يسلت ايده شويه من موضوع الاقتصاد وما يشاركش في مشاريع اقتصاديه. دي جزء. الجزء الاهم بقى ان ميزانيه الجيش تبقى مفتوحه والناس تقدر تناقشها وتشوفها وتعمل. طبعا ده يعني ايه؟ ده من رابع المستحيلات ان ده يحصل.
فاولى بقى يا معلم. يعني هو الشعب المصري انت لو عملت خرم صغير بس كده، خرم في اقتصاد الجيش كده وصلته كده بس بالميزانيه، صدقني في خلال سنين قليله قوي هنكون حلينا كل ازماتنا. مش هتلاقي في عندك مشاكل اصلا في الموازنه العامه خالص، لان دي بلد الجيش والمصريين والميزانيه دي كلها بتخدم عليه. فشوف يا معلم، شوف ناسك وشوف ليلتك الاول قبل ما تروح تاخد فلوس الناس اللي جايبينها المفروض انها كانت من عرقهم ومن شقاهم. ولو مش من عرقهم ومن شقاهم جاي لهم من بره يا سيدي، انت مالك يعني؟ ما جوش من ناحيه الدوله، ما خدوش جنيه من الدوله. ماشي يا نجم، ده الجزء اللي يخص الموضوع ده. فعشان الناس بس ما تنساقش على الموضوع وتفرح شويه وتتلهي وتفكر انه بيبيعوا صوره الاخوان والكلام الاسطوانه اللي هيدورها لكم الفتره اللي جايه دي، فما تضحكوش يعني، ما يضحكوش عليكم تمام. وفي نفس الوقت بقى الناس تبقى واخده بالها ان هي حاجه واحده، ارحل يا سيسي، ان سيسي لازم يمشي، مفيش حلول تانية يا جماعه. يعني كل الكلام ده دي 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 يعني ايه، هو بيضيع وقت، بيستهلك وقت، بيحمر لكم عينيه، بيخوفكم عشان الناس تبدا ترجع وتكشف. فاللي عايز يصبر يصبر، يستحمل يستحمل، ظروفك حلوه ومستني زي الفل. لكن انا في النهايه طلب واحد بس، ان اتمنى من حضراتكم تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. سلام.